ترتيب باكر خميس العهد، يبدأون بالصلاة فيقرأ رئيس الكهنة أو كبير الكهنة النبوات قبطيا وعربيا، وتقال سكتة تيجوم 12 مرة، ثم يرفع الكاهن البخور إلي سنماز وأبانا الذي في السماوات وصلاة الشكر، ويقول الشمامسة أرباع النقوس تنقشت، ثم يقولون ارحمني يا الله كعظيم رحمتك المزمور 50، ثم يقول الكاهن وشيتي المرضى والقرابين، وبعدهما يقول الشعب تسبحة الملائكة والزكسولوجيات، ويطوف الكاهن البيعة بالبخور بدون تقبيل، وبعد الزكسولوجيات يقال قانون الإيمان، ثم يرفع الكاهن الصليب ويقول افنوت نينان المعتادة السنوي، ورتل الشعب بالدف كيرياليسون 3 مرات كالمعتاد، وبعدها يقال لحن فاي إطاف إنف، كما يقال أيضا في الساعة 6 والساعة 9 من يوم الجمعة الكبيرة، ويقال في عدي الصليب فاي Hey.
ثم يتقدم أحد الكهنة أو الشمامسة فيقول لحن الإبراكسيس الحزيني: